في الحفل ودعهما يميان مع بعض الزوال والحمد. قد يتساءل الكثير حول الأخطاء والنواقص التي تجري بين المسيحيين، ولكن هذا الخطأ يعززه إلى مبادئ الإيمان المسيحي، وينتقدون الكنيسة ويتهمونها بتعقيد الأمور لأن قوانينها وإرشاداتها تناهض تطلعاتهم، كأنها تمشي عكس التيار وتعارض قناعتهم الفكرية. وقد حدث ذلك مع يسوع نفسه عندما تكلم على أنه خبز الحياة. أيضا التلاميذ تذمروا حول هذه النقطة، كيف يقدر يعطينا جسد للأكل؟ شككوا وصعب يسمعون هذا الكلام من يسوع، نشوفه في إنجيل يوحنا فصل 6. ولهذا لما يسوع كان يسير بين القرى والمدن كان يتبعه جموع كثيرة أتت من أورشليم عبر الناصرة من نهر الأردن وغيرها وغيرها. من كل هالجموع صفى بس 12 تلميذ إله. ليش؟ لأنه يسوع ما استسلم لأهوائهم، أهواء الناس ومزاجهم. لا، أكو قانون، أكو يمشي وراء إرادة الله، إرادة الخلاص. فكما صرح عندك ذلك كلامي روح وحياة، يسوع هو الحق الطريق والحق والحياة. قال أيضا على ابن الإنسان زرعا جيدا. تعليم يسوع ما بينه خطأ، ما بينه نقص، ولكن الخطأ والنقص متواجد داخل كل إنسان السامع اللي ما يفهم طريق الخلاص وما يفهم تعليم يسوع. فيريدنا أن نرفع فكرنا إلى يسوع حتى نفهم هذا المبدأ. هل المقدمة مرتها ذلك والله شوية طويلة حتى أقولكم صباح الخير. شلون الصحة؟ إن شاء الله دائما بالأفراح، دائما نشوفكم صحة صافية. ما سير بشأن خير. عزيزي أمبرخي، I wish you can hear me on the end. ما يوتولي؟ مثل إيشا مثل يسوع اليوم طانية الحنطة والزوان، مثل ما قلت أنه ما يستسلم يسوع لأهوائنا. لا، يريدنا. يسوع خرج من البيت وذهب إلى الجموع ليعلم ليبشر. خرج من البيت، فأول خروج من يسوع أمتى كان؟ لا، أريد تفع عن إيد حتى لا تصير هوسا. منو أبدي؟ من الشمام يسأل وجاوب على أنجو. أول خروج يسوع أمتى كان؟ أرفع إيدك، لا تحكي، أرفع إيدك، أرفع إيدك حتى نعرف. عند العمار، بعد، رجاء ارفع ايه؟ تجربة يسوع. كان 12 سنة. انت تحب راسك ولا تطلع عينك؟ يلا، امت اول خروج. نعم؟ أعمال. عزيزي، أول خروج يسوع من البيت لما ترك البيت السماوي وتجسد وصار إنسان وحل بيننا، هذا أول خروج. شو ننسى هذا الشيء؟ الله ما كنا نقدر نستوعبه بعقلنا البشري، لهذا الله يحب البشرية. الله كون هالبشرية وصنع من الطين آدم، فما حد ما يعرف هذا البشرية، هذا الطين ما حد ما يعرفه إلا خالقه، فالله هو خالق هذا الطين. فلهذا السبب ما حد ما قدر يشفي هذا الإنسان. كثير من الأنبياء والرسل والرسائل اللي جت بالعهد القديم ما حد ما صفى هذا الإنسان إلا تجسد يسوع اللي الله
كلمة الله روح الله تجسدت وحلت بيننا. ها هي النقطة أول خروج من يسوع. وتشوفون يسوع خرج من البيت، كان قاعد مع تلاميذه، فخرج من البيت ظهر للجموع، لأن الجموع بعدها ما داخلة بالمخطط مالته، ما داخلة بالفكر الخلاصي، لأنه عنده تلاميذ مثل ما قلت أنه كثير من الجموع كانوا يتبعونه، بس صفة من عندهم 12 تلميذ. وين آلاف الجموع؟ كان مئات أو عشرات الأشخاص كانوا يتبعون، ليش بقى بس صفة 12 تلميذ؟ فيسوع ترك التلاميذ وبدأ يتكلم مع الجموع بأمثال. فيسوع مثل ما قلت الآية 36 إلى 43 فصل 13 من إنجيل متى اللي ده يقول ده يشرح يسوع هذا المثل، مثل الزوان. احنا منو راح نشرح بعد؟ يسوع شرحه لنا. اذا نروح نتابع ونقرا النص الانجيل راح نفهم شنو هو الزوان، من هو الزارع، شنو هو الكرمه، شنو هو الكرامين، راح نفهمه. ماكو شرح يعلى عن شرح يسوع، بس ريد نفهم يسوع. فيسوع اتجسد ونزل، فمثل ما قلت انه الانسان ما طاق كلام يسوع، شافوا صعب كلام يسوع على حياته. هذا الصعوبه اللي تنشوفه، لان مدى ندخل في فكر يسوع، مدى نعيش كلام يسوع. بس احنا للاسف، انا احكي عن نفسي، مظاهر، ما لازم نكون مظاهر، لازم نعيش ايماننا بصوره حقيقيه، متعمقين بكلمه يسوع. هذا التعمق ماذا نعيش؟ وصرنا بس بالظاهر. فيسوع ظهر الحنطة وخرج الزارع ليزرع، فزرع زرعا جيدا. يا أخي الله خلق كل شيء حسن، من أين جاء الشر؟ فالشر خلق من الإنسان ما من الله. الله خلق كل شيء حسن وجيد، فالشر أتى من الإنسان. يا سيد أليس زرع جيدا زرعته؟ فمن أين جاء الزؤان؟ من وين؟ وشنو يقصد بالزؤان؟ ويسوع قال لنا أتريد أن نقلع الزؤان؟ متحمسين الكرامين، أتريد أن نقلع؟ لا اتركوهم. هسا لازم نفهم ليش يسوع قال اتركوهم. وش هو زرع؟ زرع جيد. شنو هو الزؤان؟ وش وقت اجى العدو؟ متى أتى العدو؟ أرفع عيد، أرفع عيد، أرفع عيد، بالليل. نفس الشيء بالليل. بالليل. معي احكي معي. هابيل وخدم هابيل. شو وقت اجى؟ العدو؟ ايه؟ بنحط آدم. نعم؟ بنحط آدم. بنحط آدم. بعد. آدم من آدم من البيت. بالظلمة. العدو الشيطان. ها؟ الشيطان العدو. شو وقت اجى؟ الشيطان اللي جاء من لا ويا الحنطة والزؤان، ويا الحنطة والزؤان، شو وقت اجى؟ صبر صبر صبر. على هذا المثل، على هذا المثل، بعد ما زرع زرع جيد، زرع زرع جيد، سمعت كلمة نام، نام، ومنو قال نام؟ لما نام الناس أتى عدوي فزرع زرع زرع زوانا بين الزرع. لما نام الناس، انتبهوا، النص يقول لما نام الناس، متى يقول لما نام صاحب الكرمي؟ الناس نامت، لأن الله يحفظ الكرم مالته، يحفظ الزرع مالته، ويترك الحرية والإرادة الكاملة إن كلتنا، ما يقيدنا، لا لازم تسهر. هو ده يقول لنا اسهروا وصلوا لا تدخلوا في التجربة، اسهروا. فالنوم هنا ماذا يقصد؟ هو راح نام جسدي، ده يقصد الإهمال، الكسل. وصلاة الاعتراف ايش يقول؟ خطأت بالفكر والقول والفعل والإهمال والكسل، خطيئة عظيمة جدا. شوفوا حتى الإهمال هو خطيئة كبيرة، مش قد احنا مهملين، قد احنا كسالى ببعض الاحيان. انا هسه اقول قد احنا كسالى، كلنا نقول احنا كسالى، احنا مهملين من ناحيه كنيستنا. تعالوا انتم ليله الكريسماس تجون الى قداسة 10 بالليل، راح تجون الساعه 8، يقولوا لنا ماكو مكان حتى نجي نقعد بالكنيسه. زين بس يسوع موجود بالكريسماس؟
بس يسوع موجود بالإستر، بس يسوع موجود بالجمعة العظيمة، مش ولا يسوع. هذا هو إهمالنا اليوم. أعمدى دين، هسه راح أجي على الدينونة. مدى أدين أي شخص؟ أنا أدين نفسي أولا، أنا أدين نفسي. منو إحنا حتى نقلع هذا الزؤان؟ بس هاي هي، شوفوا الإهمال خطيئة كبيرة، الكسل خطيئة كبيرة. مرات يلا إيه أحد ما راح أروح الكنيسة، أحد الجاي. لا تأجل عمل اليوم إلى الغد، لما راح تضمن نفسك أنت راح تكون موجود أحد الجاي ولا لا؟ ما تضمن نفسك. لهذا يسوع يقول وعندما نام الناس أتى عدوه. عدو منه؟ شيطان. ها؟ عدو منه؟ عدوه. عدو منه؟ عدو الناس وعدو الله. اجي عدو الله، اجي عدو رب الزرع، اجي عدو رب الكرمي. فعدوه اجى، فعدوها يسوع اجى. فاذا الشر هنا، الحرب هي بين الله والشيطان، بين الخير والشر. هذا هو. بس احنا العمل، الله كرمنا الحرية، الله سفك دمه من أجلنا، ارتفع الصليب، ارتفع على الصليب. ما نريد الله ننزله على قياسنا ومزاجنا وقل له يا الله انتقم من هذا الشخص، يا الله دمر هذا الشخص، يا الله خرب زرع هذا الشخص، يا الله لا تنتقم. منو هذا الله؟ هذا ما الله، هذا الله انت على قياسك كونته، هذا فوطم انت خلقته بحياتك. وتقول انا مؤمن؟ لا عزيزي انت ما مؤمن. المؤمن الصالح يطلب الخير لعدوه، صلوا من اجل عدوكم واضطهديكم، صلوا من اجلهم. اجت فتره في العراق ولحد الان للاسف الشديد داعش لما اجى وسالت سؤال، قلت هسا لو انت اجت الحكومه او القنصليه او السفاره قالت اريد نرشح واحد من عندكم يكون رئيس جمهوريه مسيحي، ايش راح تسوي؟ ترى راح اقضي على داعش كله. اطلعت انت بس من داعش. يسوع قال لنا صلوا من اجل بعضكم، من اجل مضطهديكم. يسوع يطلب الصلاه، احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم، كونوا واحدا كما انا والاب واحد. كل هاي الوصايا وينها؟ صارت حبر على ورق. ليش؟ اهمالنا، كسلنا، اللي هو خلى بعدنا عن الله، اللي هو شاننا. الشيطان ده يبنينا حائط بيننا وبين الله. فهذا المثل الزرع، شوفوا الاسبوع الماضي قال وخرج الزرع الى الكرم وزرع، وزرع زرعا جيدا، قسم مقطع الطريق، قسم مقطع الحجر، قسم مقطع بين الشوك، قسم مقطع الارض الجيده، واليوم الحنطه والزوان. شوفوا ده ينطينا امثال زراعه، معناته حتى يريد ينمي بينا هذا الايمان حبه خردل، يريد ينميها تكون شجره. ده نفكر بالزرع، الزرع هو زرع الايمان لحياتنا. فالحنطة ليس زرعا جيدا، زرعت انا زرعت جاي زرع جيد، بس اهمال من عندكم اجى العدو. انا تركت حريتكم، انتم انا اعطيتكم الماس، روحوا فكروا بها. اعطيتكم ارض جيده، روحوا ازرعوها. الله يقدر يحفظها، يقدر يحميها. بس ترك الحريه لنا، ايش راح نسوي؟ فلحظه اهمال او غفل دخل العدو وتسلل وزرع الزؤان. الزؤان شنو معنات الزؤان؟ شنو يقصد بالزؤان بهذا المثل؟ الشر. البعيد الشر، الخطيئة، العدو، خطيئة. بعد الزؤان يرمز إلى البدع والهرطقات اللي دخلت الكنيسة. الزوان يرمز إلى البدع والهرطقات اللي دخلت الكنيسة أولا. ثانيا يرمز الزوان إلى الخطيئة والشر اللي دخلت الكنيسة، دخلت قلب المؤمن، تسلل إلى المؤمن أيضا نتيجة الإهمال والكسل. والزوان يشير أيضا إلى الأشخاص الذين يمارسون الفضيلة بالظاهر وفي داخلهم ذئاب خاطفة. داخلهم ذئاب خاطفة. لما اجوا عبيد الكرمي او العملة
لأنه بعد أنا ما عبيد أنا أحرار. فأجوا الكرامين سألونه يا سيد أليس زرعا زرعا جيدا زرعته؟ قالهم إيه. أتريد أن نقلع الزوان؟ قالهم لا، لألا تقلع الحنطة مع الزوان. شلون يقلعون الحنطة؟ دا يشوفون هاي حنطة وهذا زوان، دا يشوفون هاي برتقال وهاي تفاح، إذا أنا أريد أشيل برتقال ما أشوف التفاح شلون راح يقلعونه سوا؟ اليوم بايبل استني سويتكم، تعرفون ليش؟ لأنه صراحة أريد صلاتكم من أجلي، ورسالة جديدة جاتيني أنه راح أطلع إلى لندن أمارس مدة سنة خدمة هناك، فمحتاج صلاتكم. خلونا من هذه. شنو هو الفرق بين الحنطة والزوان؟ تسلمون، شكرا. شنو الحنطة والزوان؟ نعم. الشر والخير. شلون أريد أريد أن نقلع الزوان؟ قالهم لا أتركوهم سوا. ليش تركهم؟ على بعدين بعد الحصاد. إيه بس ليش ما قلعوهم؟ ما يعرفون من يجون؟ بعد صغار. فرصة فرصة للتوبة، فرصة للتوبة صحيح. بس المشكلة أنه أنا مثلا أنا مثلا هذا الغير أحسن لأنه ما راح يكون هذا الغير أفضل عليهم والكبار أخاف منهم. مثلا أقول الله يبارك نعمة ربنا كل ما هذا حنطة وأنا زوان، ما أحكي عليه خلي أحكي على نفسي، هو حنطة أنا زوان، بس أنا هو كثير أحباب كثير أصدقاء يحبني. إذا يفكر رب الكرمي يقلع الزوان راح يظل خاطره، راح يظل قلبه، راح ينقهر، يمكن يجي ورايا. لهذا السبب يسوع قال اتركوهم سوا، يمكن هذا الزؤان راح يتوب. شاول 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 لماذا تضطهدني؟ بطرس سوف تنكرني 3 مرات. عشان أنا نترى طرحت ثمرات انت عشت